أولا برحب بحضراتكم في الجزء الثاني من الكورس بي اي 2 باور الكترونكس 2. إن شاء الله في الجزء دوت هتعامل معاكم في موضوعين أساسيين، وهو 3 فيز اي سي كنترولر، احيانا بنسميه 3 فيز اي سي شوبر، وايضا الموضوع الثاني هو الاي سي او اي سي دي سي اي سي، او احنا بنسميه دي سي تو اي سي كونفرترز او الانفرترز وتطبيقاتهم. يعني احنا هنتكلم على التكنولوجيز دي والكونفرترز المختلفين دول والتطبيقات الخاصة بيهم. محاضرة النهاردة هي بتتكلم على الثري فيز اي سي فولتج كنترولر او اللي هو احيانا انا بقول عليه الثري فيز اي سي شوبر. هنا الاي سي فولتج كنترولر هو انتوا اخذتوا السنجل فيز اي سي شوبر او السنجل فيز اي سي فولتج كنترولر. احنا النهارده بنتكلم على 3 فيز. الاي سي كنترولر هو بيحول من اي سي الى اي سي، الانبوت اي سي فولتج والاوتبوت اي سي. ولما بنقول 3 فيز يبقى الانبوت 3 فيز فولتج والاوتبوت 3 فيز ايضا. الانبوت بيكون كونستانت فولتج، كونستانت فريكوانسي، الاوتبوت سيم انبوت فريكوانسي، ما بنغيرش الفريكوانسي بتاع الانبوت، ولكنه فاريبل فولتج، variable voltage. طبعا هنا الفكره الاساسيه ازاي انا يبقى عندي مصدر الفولتج بتاعه ثابت 380 3 فيز لاين تو لاين، طبعا 380 ده الستاندرد فولتج بتاعنا في مصر، ازاي اخد اوتبوت فولتج منه متغير من صفر الى 380. دور الباور الكترونكس كونفرترز حاجة واحدة أساسية لازم تبقوا عارفينها، بتحول الستيف سورس إلى فليكسبل سورس. يعني إيه ستيف سورس؟ ستيف سورس معناه إن الإنبوت ليه كونستانت بروفايل، الفولتج ثابت، الفريكونسي ثابت، لكن الدور الكونفرترز هنا إن أنا أحول الستيف سورس ده الى flexible source، اخلي السورس في يعني مرن متغير يمكن التحكم فيه، يمكن تغييره. طب هو ده بيفيدني في ايه؟ لا بيفيدني في الكنترولابيليتي، ان انا احول المصدر ده الى مصدر يمكن التحكم فيه، وبالتالي الاداء بتاع اللودز اللي متوصلة بالمصدر تتغير. طيب تيجوا نقرب المسألة شوية، تعالوا نقول ايه لو انا بشغل هيتر سخان 3 فيز مثلا وبحاول اديله مصدر 380 فولت، فرفعني بيبتدي يرفع درجة الحرارة الى قيمة معينة. طيب لو هي زادت عن الحد معناها ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما اقفل المصدر اصلا خالص استنى شويه لما درجه الحراره تنخفض وارجع اشغله. ففي الحاله دي الكنترول بنسميه باند كنترول او اون اوف كنترول، اون اوف. وده الاون اوف كنترول ده زي ايه؟ عامل زي الدفايه اللي عندكم في البيت، الدفايه اللي في البيت دي شغاله كده اون اوف كنترول. عارفين المكوه بتاعت الملابس اللي بتكوي بيها الهدوم؟ اهي دي برضه اسمها اون اوف كنترول.
نسبة الايرور في التحكم في التمبريتشر كبيرة، زائد ناقص 10%. لكن اتخيلوا بقى الدفاية بتاعت البيت دي، وانا بحاول انام في الغرفة، بحاول ان انا اعمل ايه؟ لو المصدر داخل، خلينا نتكلم ان دفايه البيت 220 يعني سنجل فيز، لو البورش داخلها 220 في الاول، لسه الاوضه مثلا درجه الحراره منخفضه فبتاخد المصدر كله. يرجع بعد كده ايه اللي يحصل؟ درجه الحراره بقى وصلت مثلا انا مظبطها عند سي نقول 28 درجه مئويه. طيب اول ما توصل 28 درجه مئويه، لو انا طفيت اصلا المصدر ممكن تنزل تسقط مثلا من كام ل 25. لكن انا مثلا ايه، مجرد ما اوصل، بدل ما اخلي الفولتج اللي واصل على الهيتر 220 ابتدي اخفضه، انزله 110، انزله 80، انزله 70، هتبتدي درجه الحراره ترفع تنزل 27، اول ما تنزل 27 ارجع على ايه، اطلع تاني شويه، بدل ما هي مثلا كانت ظبط الفولتج 110 اطلع 130. اذا انا عندي هنا اسمه كونتينوس كنترول، وليس تحكم متقطع اللي هو الاون اوف، لا ده كونتينوس مستمر. اذا انا اصبح المصدر يمكن التحكم فيه، اطلعه وانزله، اغيره، رينج التغير واسع. يبقى الكنترولابيلتي بتاعه الاداء هنا للود نتيجه التحكم في المصدر اصبحت عاليه جدا. يبقى الكنترولابيلتي اصبحت ايه؟ اصبحت عاليه. هذا المثال. يمكن انا في نهايه المحاضره مجهز لكم شويه ابلكيشنز، وانا اديت لكم بعد رفع الملف ده على ال ام اس من امبارح، فهنتكلم في الابلكيشنز ايه في اخر المحاضره. تعالوا نشوف ايه المنظر اللي قدامنا. الصوره معاك يا احمد؟ تمام يا دكتور. انا بس بعمل شويه، لازم ابقى سامعكم عشان ابقى متابعكم. تمام. طيب اللي قدامي ده يا جماعه، اللي قدامي ده فارياك على فكره، يعني انا بشاور بالماوس اهو، ده عباره عن بنسميها ترويد كوين، رينج كوين. ده وان فيز A، فيز B، فيز C، وعباره عن اوتو ترانسفورمر. بدخل المصدر على الايه، النقطه دي والنقطه دي، ولكن ممكن اخد الاوتبوت من هنا لهنا، يبقى انا باخد جزء. فبالتالي انا لو عايز، وبيبقى خلي بالكم الثلاثه كويل دول واصلين على وان اكس وبيتحركوا بميكانيزم واحد، بحيث ايه، لو حركنا في دراع هنا فوق، اذا لفينا كلوك وايز يمين، يعني ايه اللي يحصل؟ بنزود الفولتج. اذا لفينا انتي كلوك وايز بنصغر الفولتج. على فكره ده اي سي فولتج كنترولر، ولكنه باستخدام مين؟ باستخدام الاوتو ترانسفورمر. استخدام الاوتو ترانسفورمر. نعم. بعد اذن حضرتك، بس السلايدز من الظهر. سلايدز بشرح عليها. بالكل. مين اللي بيتكلم؟ السلايدز من دكتور. هو السلايد مش ظاهر يا دكتور. السلايدز مش ظاهر يا دكتور. السلايد من الزهرة. طب خلوني أشوف من الأول ولا قطعت؟ ما هو حضرتك كان شو السكرين، بس هي مش زهرة. من عند ما ظهرتش أصلا من الأول؟ لا لا. نعم؟ مش زهرة. كانت زهرة حد الفولدر في 3 فيز. لو سمحتم كل الناس تقفل المايك، أحمد عبدون بس اللي يفضل معايا عشان الصوت. ممكن؟ مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك. انا يعني انتوا عمالين تقولوا من ايه اللي الظاهر ده، ويندوز 6 مثلا اهو. يا احمد بس اللي اتكلم يا شباب عشان الصوت، لكن مش عارف اتابع. انا والله يا احمد. ايوه كده ظهرت يا دكتور، كده ظهرت. هو من الاول مش ظاهره؟ الشير سكرين اتقفل يا دكتور، كده ظهرت. تمام. طب ما قلتش ليه؟ طيب انا برضو كده هعمل اهو كده الظاهرة برضو معاك. تمام يا دكتور. تمام. يعني انا اعيد الحتة بتاعت الاوتو ترانسفورمر دي. انا دلوقتي بقول ان انا هنا الشكل اللي قدامي ده بيمثل 3 فيز اي سي تشوبر. اسف ده اي سي فولتج كنترولر باستخدام الاوتو ترانسفورمر.
هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن 3 رينج ترانسفورمر. ده فيز 1، ده فيز 2، ده فيز 3. الثلاثة ترانسفورمر دول أو الثلاثة بنسميه ترويد كويل أو رينج كويل، وصلين بيبقى فيه أكس هنا في النص بيقدر يحرك سلايد على فوق هنا من خلال براشز، بحيث ان انا في دراع هنا اذا انا لفيته يمين فالفولتج كاني باخد، خدوا بالكم تخيلوا كده عندي الترانسفورمر كله هو التمثيل بتاعه هو المنظر ده، فلو انا باخد ما بين النقطه دي وباخد ما بين النقطه دي معناه ان انا بجيب السلايد في النقطه دي فباخد جزء، فاقدر اغير الفولتج من الجزء صغير من صفر الى الايه الى الماكسيمم. طبعا انا بقول لحضراتكم ان في براشز هنا وفي براشز هنا وفي براشز هنا ومربوطين بميكانيزم واحد على اكس فيرتيكال، وعندي الدراع دي بتلفه يمين وبتلفه شمال، اذا انا لفيت يمين كلوك وايز فانا بزود الفولتج من صفر للماكسيمم، اذا انا رجعت انتي كلوك وايز فانا بصغر الاوتبوت من صفر من الماكسيمم الى الصفر. اذا ده اسمه 3 فيز اي سي فولتج كنترولر. طب هي ايه مميزاته؟ مميزاته ان باخد الاوتبوت فولتج من على ترانسفورمر، يعني بيور ساين ويف، بقدر اخد فولتج من صفر للماكسيمم ساين ويف، ادي الميزه بتاعته. طب ايه عيبه؟ ليميتد، لان ما اقدرش اخد باور عاليه نتيجه ان انا بشتغل من على ايه يا شباب؟ بشتغل من على براشز، بشتغل من على ايه؟ من على براشز، تمام. طيب ادي اول حاجه، يبقى اول حاجه في ليميتيشنز على الباور. تاني حاجه ان التغيير بطيء لان انا بتحرك من خلال ميكانيزم، وممكن يبقى في موتور على فكره اديله يعني اقول له اتحرك يمين يتحرك يمين، اتحرك شمال يتحرك شمال، بس ده من خلال ميكانيزم، فالتغيير الميكانيكال تايم كونستانت طويل، فالتغيير ليس سريعا انما بطيء، وبالتالي ليه ليميتيشنز. هو ده اللي بيسميه الاوتو ترانسفورمر اي سي فولتج كنترولر. في اي سؤال هنا قبل ما اخرج من الحته دي؟ في اي سؤال حد ناسي يسال يفتح مايك ويكلمني يا شباب؟ تمام يا دكتور. اهم حاجه تفضل الشاشه معاكم، حد الشاشه ما تقرف الشاشه كده معاكم. رد يا اه معانا يا دكتور معانا. طيب نشوف بقى بعد كده، ادي برضو هنا انا بحاول اوضح اكتر شكل الايه، شكل الفرياك اهو، ده بنسميه فرياك على فكره ماشي، او اوتو ترانسفورمر كنترول، بيكون ادي الانبوت من ايه الى سي كويل، بس انا باخد الاوتبوت ما بين ايه وبي، يبقى معناه لو انا حركت بي السلايد كده الشمال البولتج بيظهر، لو حركت يمين السلايد عندي بقى اول سلايدز مش عارف عند الكل كده ولا لا، تقول ايه؟ السلايدز عندي واقفه عند اول سلايدز مش عارف عند الكل كده ولا لا، حد تاني يدخل معانا ويقول لي اسمه. اختار انا حد لحظه يا شباب، انا اختار حد. عبد الرحمن نبيل، يا عبد الرحمن رد علينا يا عبد الرحمن. شايف الصوره؟ الصوره عندي ظهر. عندي ظهر الترويد ده، انت شايف نقطه اي بي سي؟ ممتاز. بصوا يا شباب ده السيمبل بيكون عندي هنا كويل خلاص، فانا لو باخد من نقطه سي وبي يبقى انا باخد في 2. طب انا لو عايز ازود في 2 اخليها اعلى اطلع لفوق، عايز اصغرها انزل بفي لتحت، او بمعنى اخر بحرك الدراع شمال او الدراع يمين من خلال الويل دي. شايفين البكره دي يا شباب؟ عبد الرحمن شايف البكره دي؟ يا دكتور شايف. فالبكرة دي حضرتك تحركها اليمين الفولتج هنا على الميتر يزيد، تحركها شمال الفولتج يقل. واعتقد ان بعض من حضراتكم شافوا البرياك ده عندنا في الكلية، وده كده وموجود طبعا في الطبقة. لكن احنا هنا احنا بصدد دراسة الاي سي فولتج كنترولر باستخدام او الاي سي تشوبر باستخدام الثيريستورز، الميزة اللي بيديها لي ايه؟ ان التحكم عندي الكترونيك كنترول. الالكترونيك كنترول معناه ان انا عندي فاست كنترول معايا، التايم كونستانت سريع جدا، وي ار كنترولينج ويزن وان سايكل، السايكل 1 على 50 اللي هي 20 ملي ثانيه، فالتغيير سريع، ده لا يمكن اجيبه في الترانسفورمر.
تمام؟ يبقى الديناميكس هنا بتاعت اي سيستم عالية جدا. هنا يا جماعة انتوا كنتوا درستوا في الجزء الاول من المحاضرة ان اللي بقدر اغير الفولتج على سينجل فيز من خلال التنسيرستورز باك تو باك، واللي هو ايه؟ انا هنا متعدي 3 فيز، انا عندي A B C واللود برضو A B C واللود وصل ستار والمصدر ليه نيوترال. لكن لاحظوا هنا في السيستم ان النيوترال بتاعت المصدر مش واصلة بالنيوترال بتاعت مين؟ بتاعت اللود. هنا فيز بي واصل عليه برضو اثنين سيريست، فيز سي واصل عليه اثنين سيريست. لاحظوا ان احنا بنرتب السيكونس بتاع تشغيل السيريستورز هي ايه؟ 1 2 3 4 5 6، ده اسمه الفايرنج او التريجرنج اوردر اوف سيريستورز. تمام؟ اديله تمام يا دكتور. طيب بصوا يا شباب، تعال ادي المصدر. لو انا بخرج من الفيز A وعايز اروح اشتغل على امشي التيار هنا في المقاومه R اللي واصله فيز B سمول، لازم اشغل سيريستور مين؟ تي 1. حلو خالص، امشي من تي 1 امشي في A سمول، اروح ل R قدامي مسار من 2 يخرج من B سمول يخرج من C سمول. اذا خرجت من B سمول هل اشغل تي 3 ولا تي 6؟ رد يا عبد الرحمن. صراحه مش عارف يا دكتور. رد يا احمد. انا اخايف اقول لكم افتحوا كلكم المايكات الصوت يروح. رد. طيب اللي عايز يرد يرد بقى، افتح المايك ويرد بس يقفل تاني. تي 6. تمام. اسمك ايه؟ تي 6 يا دكتور. مين؟ عمر هشام. عمر هشام حسين. تقول عمر بس عشان مش احفظ العمر. ماشي يا عمر. طب ماشي يا عمر، لو خرجت من دي هشغل مين؟ تي 6. طب لو 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 هخرج من سي يا عمر اروح فين؟ تي 2 ان شاء الله. برافو يا عمر، برافو برافو. لان كلنا فاهمين ان السيريستور عشان يشتغل ليه تو كونديشنز، ات شود بي ان ذا فورورد دايركشن اند ذا انود ماست بي the anode voltage must be greater than the cathode voltage. This puts the thyristors in the forward state. The second condition to trigger to operate the thyristor is to trigger it. يعني ان انا لازم يكون الثيريستورز forward direction ولازم اديله اشاره على الجيت. مفهوم؟ تمام؟ نرجع بقى لو عايز تشتغل على فيس. لو عايز اشتغل على فيز بي هشغل سيريستور رقم 3. لما اشغل 3 اخرج من A يعني اخرج من 4، او اخرج من C يعني برضه اخرج من 2. طب لو شغلت 5 همشي كده، يا اما اخرج برضه من 6 يا اما اخرج من 4. طيب اول نفهم الحكايه دي. انا هنا رسمت الفيزور بتاع، عايز اجيب الفيز فولتج على المقاومة R اللي هو اسمه VAN. N هنا small هي نقطة النيوترال بتاعت المصدر. طيب أنا هنا علشان أجيب، أنا تخيلوا معايا لو أنا عامل applying للاين فولتج AB وواصل بمقاومتين R و R، يبقى ال VAN منطقيا يقول إن هو إيه؟ ممكن يبقى VAB على 2. تمام؟ ده لو انا شغال من على المصدر اي بي، يعني انا لو اشتغلت من تي 1 ورحت على تي 6، امال لو اشتغلت من تي 1 ورحت رايح على تي 2 يبقى انا اشتغلت على اي سي. فانا لو عايز اجيب في اي ان ساعه ما اكون شغال على في اي سي برضه هو في اي سي على 2. الحته دي واضحه؟ طب يا عمر. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب نبص هنا، عشان كده هنا انا رسمت ايه؟ رسمنا الخط الازرق ده اللي هو ال VAB بس على 2، والخط ادي الاول الفيزور VA VC VB، اللاين تو لاين فولتج VAC، اللاين تو لاين فولتج VAB. جبناها ازاي؟ انا ال VAB خدته المقلوب بتاعه بحيث ان انا ايه؟ ادي ما هو بالظبط ال VAB هنا او هنا، هي هي، و VAC اهي. فرسمت في الخط الازرق على 2، ورسمت في اي سي الاحمر على 2، وهنا ببتدي اقول ايه؟ ادي الفي اي ان
لو انا اصلا شغال بدون اي كنترول ال في اي ان اللي هو الايه او اسف ال هنا في اي هنا في هذه الحاله هو الايه اللاين فولتج او الفيس فولتج للمصدر. في اي هو الفيس فولتج للمصدر لانه بيور ساين، انما عند اللود مش هيبقى بيور ساين. ليه؟ لان احنا هنبتدي ندي اشارات تحكم وهناخد الفا ب 60 كمثال في الاول. هنا الفا ب 60 يعني هشغل سيرستور واحد بعد 60 درجه. بس احنا لازم نبقى فاهمين في 3 فيز ان في اي كابيتال او الفيس فولتج ايه وفي بي وفي سي. في بي يبعد عن ايه ب 120 درجه، وفي سي يبعد عن دي بكام؟ 120. وفي سي يبعد عن في اي بكام؟ 240. عشان كده احنا بنقول ايه حقيقه الامر، سيرست الرقم واحد لو اشتغل سيرست الرقم ثلاثه يشتغل بعد منه ب 120 درجه، وسيرست الخمسه يشتغل بعد ثلاثه بكام؟ برضه ب 120 درجه من تي 3 ولكنه 240 من تي 1. انتوا اتعلمتوا في السنجل فيز ايس تشوبر ان تي 4 تبعد الاشاره بتاعتها دايما عن تي 1 بكام؟ رد يا عمر. تاني كده يا دكتور معلش. تي 4 اشاره تي 4 مقلوب تي 1 يبقى تبعد عنها بكام درجه؟ 240 180. طيب نشوف. أيوة تمام. نشوف هنا ادي احنا قلنا هناخد تي 1 الفا ب 60، تي 2 بكام تبعد، لا لو ناخد نفهم تي 3 تبعد عن 1 بكام؟ 120 درجه، وتي 5 تبعد عن 3 بكام؟ 120، وتي 5 تبعد عن 1 بكام؟ 240، لكن تي 4 تبعد عن 1 بكام؟ 180 وهكذا. تي 5 تبعد عن تي 2 بكام؟ 180. وتي 6 تبعد عن تي 3 بكام؟ 180. طب نرجع للرسمه نبص كده اهو، تي 4 مقلوب تي 1 180 درجه منها، تي 6 مقلوب تي 3 180 درجه منها، تي 2 مقلوب تي 5 180 درجه منها. حلو؟ طيب كده انا هبتدي اقول ايه؟ هاخد الفا هشغل. شوفوا هنا لو انا جيت ابتديت عملت خلاص السيرست، لما شغل سيرست الرقم واحد حقيقة تعالوا نبص مع بعض، تي واحد ده هيشتغل الأول على مين؟ هيشتغل على تي على اي بي اللي يعني ما بين واحد وستة. أرجع هنا للرسمة أهو، ما هو الخط الأزرق قلنا هو مين؟ اي بي. ماشي؟ ليه؟ لأن في النقطة دي يا شباب اي بي أعلى على اي سي، مين يرد عليا؟ يعني عند الانستنت دي عند اللحظة دي مين اعلى؟ ايه الخط الازرق ولا الخط الاحمر؟ عند هذه اللحظه ردوا. الازرق يا دكتور. طبعا الازرق اهو فوق. ما هو الازرق ماشي كده ما تخموش بالخطوط. والاحمر ماشي كده، مين اللي اعلى في اللحظه دي؟ عند تي واحد. ردوا علي. الازرق يا دكتور. اللي هو اي بي. الازرق قول لي اي بي، يبقى هشتغل على اي بي. خلاص مجرد ما اشتغلت على اي بي ايه اللي بيحصل؟ طيب نفضل شغالين. طيب هل احنا هنا بدا برضو؟ خد بالك بدا في النقطه دي، خدوا بالكم الخط الاحمر بقى اعلى، صح ولا غلط؟ بس الخط الازرق شغال، تفتكروا ليه ما قلبناش تشغيل على الخط الاحمر اللي عند دي 2؟ مين يقول؟ كان لسه ما حصلش فايرنج يا دكتور. برافو برافو. مش انا قلت لكم ان تشغيل السيرستور محتاج كام شرط؟ ان هو يكون فورورد ويحصل له اثنين. اثنين نقول اثنين، يبقى فورورد وياخد اشاره. هو هنا فعلا الاحمر الخط الاحمر عند النقطه عند الزمن ده فعلا هو بقى اعلى بس مش واخد اشاره، يبقى مش هيشتغل. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ فضلنا شغالين كده على الخط الازرق اللي هو اي بي. هنا بقى في اللحظه دي لما ادينا تريجرنج للسيرستور رقم 2، نرجع للرسم عشان نفهم 2 اهو، ايه اللي يحصل؟ اول حضرتك ما بتشغل سيرستور رقم 2 التيار يمشي هنا ويعمل ايه؟
بيبقى بيخلي تي 6 ريفرسل 6 طفره، يبقى بيكون بالتالي ايه عشان كده عمل معاه تبديل ام ايه، رحنا اشتغلنا على اي سي خدوا بالكم، وبعدين فضلنا شغالين لحد اللحظه دي، اول ما وصلنا عند اللحظه دي شغلنا سيرست الرقم 3. ايه اللي بيحصل؟ اول ما بشغل سيريستور رقم 3، تعالوا بقى ايه نشوف حاجه ظريفه جدا. 3 ده ارم ثانيه خالص، صح ولا لا؟ اول ما اشغل سيريستور رقم 3 معناه ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اشتغل يا اما من 4 يا اما من مين؟ ردوا عليا، ها ردوا اثنين يا دكتور. أي ها يا اما اثنين يا دكتور، يا اما اثنين. طيب حلو خالص، هنا يبقى اذا انا اول ما شغلت 3 طفيت سيرست 1 خرجت من الصوره، تمام. ولذلك احنا عمالين نجيب مين هنا فسيرست الرقم 1 الطفى، تمام. بس خدوا بالكم انا بجيب انهي فولتج، انا بجيب خدوا بالكم من حاجه، بجيب في اللحظه دي الفولتج هنا اللي هو اي بي واي سي متساويين، عشان كده الفرق بينهم كام؟ صفر. يعني بمعنى صح ايه في اللحظه دي وانا لما شغلت سيرستور 3، ماشي سيرستور 3، نرجع للرسمه. اول انا ما شغلت احنا الاول ايه شغلنا واحد كان شغال مع 6، وبعدين واحد شغال مع مين؟ مع 2، فاتنين كان لسه شغال. اول ما حضرتك شغلت على 3 راح ايه اللي حصل؟ الفولتج مشي ما بين مين؟ هيمشي ما بين 3 ومين؟ و2. يبقى الفولتج ضرب على اي ان، اخباره ايه؟ مين يرد؟ هقولها تاني ركزوا معايا. انا كنت مشغل 1 وماشي من A وبخرج من B، ماشي، وبعدين شغلت 1 وبخرج من مين؟ من C. انا خلاص اهو شغال AC، اللي هيحصل انا راح اشغل سيرست الرقم كام؟ رقم 3. المفروض ان سيرست الرقم 1 لسه ايه؟ لسه شغال، وسيرست الرقم 3 اول انا ما شغلته ايه اللي هيحصل؟ هيبقى 3 بيخرج في مين؟ بيخرج في 2، وواحد بيخرج فين؟ في 2. في اللحظه دي بدخل عليه الفولتج اي بي واي سي والاثنين، صبركم بالله، والاثنين ايه؟ متساويين. يبقى النت فولتج بتاعهم بكام؟ زيرو يا دكتور. زيرو. نرجع اللي حصل في البوزيتيف هاف سايكل ده مع نفس الحكايه تتكرر. لو شغلت اربعه فاربعه ايه اللي هيحصل؟ نرجع للرسم دلوقتي. اول ما هشغل سيرست الرقم 4 يبقى انا معناها ايه؟ انا بقيت خارج من 3 وخرجت من مين؟ من 4، تمام. فبالتالي هنرجع تاني نشتغل على مين؟ نشتغل على الفولتج اللي قلنا عليه الخط الازرق ولكنه بالمقلوب نيجاتيف. هشتغل على اي بي، مجرد ما انا اشغل تي 5 هطفي تي 4 وارجع ايه؟ وارجع اشتغل على اي سي الى ان اصل ان انا لما هشغل تي 6 زي ما حصل في تشغيل تي 3 هنطفي ويطلع الايه؟ الفولتج بصفر لمده 60 درجه. كده انا كملت من اول هنا دي من يعني من الانستنت دي للانستنت دي، انا كده كملت قد ايه؟ سايكل 360 درجه. ده شكل الفولتج يا جماعه لو كانت الفا اكبر من 60 واقل من 90. طيب هسالكم سؤال، انا لما غيرت الفولتج كده اللي بيحصل ايه؟ بدل فيز فولتج اي ان اللي في المخرج على اللود و
واضح كده انه حصل عليه تشوبينج، تقطيع تشوبت. اذا ما بقتش واحد ال المصدر كله، شايفين ال VAN بتاع المصدر فين؟ هو الخط الاسود ده، لكن ده الاوبوت على البول، على اللود لما بعمل الفا ب 60 باستخدام التشوبر. فطبعا اكيد الفولتج هنا اصبح ايه؟ ليه قيمه بنحسبها احنا من خلال الانتجريشن، واصبح الفانكشن في قيمه 2 في قيمه الالفا. اي سؤال هنا قبل ما اخرج من الحته دي؟ اي سؤال؟ لا تمام يا دكتور. اي سؤال؟ طيب الشاشة ظاهرة معانا، مين عايز يتكلم؟ لو سمحت، هو انا مش فاهم ليه الحتة بتاعت ان بتبقى بزيرو عند تي 3 دي. طيب تمام حضرتك، احنا هنا دلوقتي كنا موصلين سيرست الرقم 2، فسيرست الرقم 2 كان شغال على الفولتج في اي سي، موافق؟ عشان نفهم ادي اي سي يعني مين، يعني ماشي ما بين سيرست الرقم 1 ورقم مين؟ ورقم 2. خلي بالك السيرست رقم 1 بيبقى ايه؟ لسه شغال، ما اتطفاش، بس حضرتك اول ما هتشغل عليه سيرست الرقم ايه؟ رقم 3، المفروض المصدر هيشتغل ما بين مين؟ ما بين بي، يعني هيخرج من 3 ما بين بي وسي. خلاص، حقيقة الامر انا دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ انا اصلا بقيس في اي ان، انا مش بقيس في بي ان، انت فاهم؟ طيب ما انت اول ما شغلت تي 3 ايه اللي حصل لتي 1؟ تي 1 اتطفى، واصبح التشغيل ما بين تي 3 وتي 2. عشان اول ما تي 1 يطفي يبقى في تيار يمشي في ار هنا؟ رد عليا. لا لا. طب ما انت ممكن تقول لي انا ممكن امشي تي 3 وتي 4، هقول لك ما هو 4 لسه ما خدتش اشاره، يبقى بالتالي 4 كانه مش موجود. طب ايه اللي خلى تي 1 يطفي؟ ده المفروض السؤال اللي انت ايه تساله. بص للفولتج بي اي، انت اول ما بتشغل تي 3 بيطلع لك بي اي، فاهمني؟ ماشي. وانت اصلا كنت مشغل سيرست الرقم 1، انت كنت ماشي ما بين مين؟ ما بين الاول ما بين A و C. فلما بتشغل T3 يبقى انت كنت ماشي كده AC وماشي، ولما تشغل T3 تمشي كده BA. لو الاثنين متساويين ايه اللي يحصل؟ هو ده اللي حصل في المنطقة دي. اول ما شغلت T3 AB اللي هي النقطة دي من هنا، اي بي اهو بيتساوى مع اي سي، فورا فورا ايه اللي يحصل؟ لازم سيرست الرقم 1 اتطفى. مجرد ما اتطفى يبقى ايه؟ ما عادش في تيار بيمر لحد ما نرجع نشغل تي 4، فاهمني؟ ايوه تمام، شكرا. يعني ايه اللي حصل؟ يعني ليه المنظر ده حصل يا ابني؟ لان احنا اصلا طفينا تي 1، مجرد ما طفيت تي 1 ما عادش تيار يمشي هنا. مجرد ما انا ما طفيت واحد هنا بقى التيار اللي ماشي هنا في اللحظه دي كام؟ رد صفر. يبقى الفولتج دروب بكام؟ بصفر. يفضل الكلام ده لحد ما نرجع نشغل تي 4. اول ما تشغل تي 4 الدنيا تتغير، هنخرج من تي 3 نمشي من 4. طالما في تيار مشي بقى في فولتج دروب ولا ما فيش؟ رد بقى في. تمام، يبقى بالتالي ما بقاش صفر. وصلت؟ تمام يا شباب يا قوم؟ تمام يا دكتور. طيب تعالوا ناخد الفا من احنا اللي فاتت دي كانت الفا من كام لكام؟ من 60 ل 90. هنا يا جماعه الفا من 90 لكام؟ ل 150. نفس الحكاية اللي فاتت، ادي شكل في اي بي على 2، وادي في اي سي على 2، وادي في اي ان بتاع مين؟ بتاع المصدر. هناخد اكزامبل،
هنقول الفا بكام يا جماعه؟ ب 120. لما نخلي الفا ب 120 ايه اللي هيحصل في اللحظه دي؟ طالما الفا ب 120 احنا هنبدا التشغيل على مين؟ على في اي بي. مش معنى في اي بي، ما هو عشان افتكروا في اي بي عشان سيرستور 1.6. احنا دايما بنبدا بايه؟ بالريفرنس بتاعي 1. يوم هيقوم يشتغل في شايفين هيشتغل الجزء الصغير ده، بس يجي عند 150 درجه وايه و هيبتدي الفولتج يتقلب، في اي بي بقى نيجاتيف، يبقى هيقف ولا مش هيقف؟ هيقف. ايوه. بعد كده يبدا في ال ال يبدا يبدا يقدر قاطع لحد ما ندي اشاره تاني ونروح على اي سي، لان خد بالك انا بقول الفا بكام؟ الفا ب 120، فلازم اللي هي ايه هنا يعني ده كان سيرست الرقم 1، ده هيبقى سيرست الرقم 2. رقم 2 يشغلني على في اي سي. خد بالك من هنا لهنا كم درجه؟ من 120 ل 180 كم درجه؟ 60 يا دكتور. يبقى اذا انا هنا ابتدي اشتغل على مين؟ على الاي سي. حلو كده. وباخد الجزء ده وارجع اقطع جزء كبير، شوفوا قطع كل الجزء ده، وبالتالي اصبح الاوتبوت فولتج بقى صغير. شوفوا الفرق ما بين الفا ب 60 لالفا بكام؟ 120. طب لو ادينا الفا ب 150 مش هيبقى في شغل اصلا. ليه؟ لان انت كل ما تيجي تدي الفا ب 150 ماشي، ف بيبقى الفي اي ان او للاسف الفي اي بي نيجاتيف والفي اي سي نيجاتيف. باقي سؤال، هي الفا ب 120 درجه بتقيس 120 درجه منين؟ من الصفر. الصفر بتاع مين؟ الفي السورس فيز فولتج الفي اي كابيتال ان كابيتال. واضحه؟ يبقى 120 درجه دي متقاسه منين؟ من نقطه الصفر بتاعت مين؟ في ان. انهي ان؟ كابيتال اللي هي بتاعت مين؟ لاين بتاعت المصدر بتاعت السورس. مفهوم؟ تمام يا دكتور. طيب ولذلك قلنا for alpha greater or equal 150 there is no period for two conducting thyristors and the output voltage becomes zero at alpha equal to 150. ده alpha 150 الفولتج هيبقى بكام؟ بصفر. Then the range of delay is alpha greater than zero and greater or equal and less or equal 150 degrees. التحكم الفا من صفر الى 150. ماشي يا شباب؟ ايه سؤال؟ ناخد كده عينه. احمد خالد. احمد يا احمد يا احمد يا خالد رد عليا. رد عليا يا احمد يا خالد. احمد خالد ما بيردش. احمد نزار رد عليا يا احمد يا نزار. يا دكتور انت مين؟ احمد نزار. عندك اي اسئله يا احمد؟ لا تمام يا دكتور. هو ايه اللي تمام يا احمد؟ فهمت ايه؟ ها؟ اشرح. ايه؟ اشرح ايه يا دكتور؟ مش عارف. فهمت ايه يا احمد؟ اسمرايز يعني مش عارف اعمل ايه يا دكتور. مش عارف تعمل ايه؟ اشرح ايه يعني مش فاهم. طب ديفيد، ديفيد مهنا ولا مهني؟ ديفيد ديفيد يا ديفيد. انا بندى يا جماعه، بشوف اساميكم وبندى. رد يا ديفيد. مش عايز يرد عليا. طب ديفيد باهر يا باهر. لا الناس معلقه المايكات بيروحوا يعملوا حاجه ثانيه. طب دينا عصام. دينا. نعم يا دكتور.
لك اي اسئله يا دينا؟ هو ممكن اخر حته بس اللي حضرتك قلتها بتاعت السورس دي؟ انا قلت ايه فكريني؟ هي حته في الجراف كده. بص الصوره ظاهره عندك. تمام. بص يا بنت دلوقتي احنا بنقول الفا بكام؟ ب 120. هسهل عليك الدنيا، هنرجع من تاني. شايفه الخط الاسود ده؟ اوكي. ده بتاع مين ده؟ ده الفيس فولتج بتاع مين؟ في اي، بتاع الفي اي كابيتال اللي هو مين؟ اللي هو المصدر. طب عشان نفهم اكتر نرجع للرسمه دي. شايفه الصوره دي؟ اي في اي ان ده الفيس فولتج بتاع مين؟ بتاع السورس. ايوه. وفي اي ان سمول ده بتاع مين؟ بتاع اللود. اللود. طب نرجع للرسمه دي. الخط الاسود ده مين؟ في اي بتاع مين؟ بتاع السورس، لانه بيور ساين. الفا 60 اتقاست منين؟ من نقطه الصفر. بتاعت مين؟ بتاعت السورس. يا جماعه لما بتيجي نقيس الالفا بنقيسها من ريفرنس. الريفرنس بتاعي هو الزيرو كروسنج بوينت للسورس. مفهوم دي ولا لا؟ امال انا بقيس الفا دي عشوائي مش منسوبه لحاجه؟ it should be referred, it is referred to the zero crossing point of the source. فالسورس عندي هو ده، ودي نقطه الصفر. فالفا 60 من نقطه الصفر بتاعت المصدر. واضحه؟ تمام واضحه. طب لما اجي اقول الفا بكام؟ ب 120 مثلا زي هنا. ادي في اي ان كابيتال، يبقى في اي ان كابيتال هو بتاع مين؟ بتاع السورس. السورس. يبقى في اي ان هنا 120 درجة من الصفر بتاع السورس. وضحت دلوقتي؟ تمام يا دكتور. شكرا. ننتقل للنقطة اللي بعدها. طيب تعالوا ناخد لو الفا بقى دكتور. منين؟ أنا ديفيد وحضرتك كنت رايح معايا بس كان عندي مشكلة في المايك. أنا ديفيد باي. يا باشا ولا يهمك، احنا بنصحصحكم عشان ما تزهقوش بس. لا لا مركزين يا دكتور. شكرا يا ديفيد. أنت ديفيد باهر؟ ديفيد باهر. اقفل المايك كده. ماشي يا شباب كمان مره. نقول هنا بقى هناخد الفا بكام؟ الفا اكبر من 60 واقل من كام؟ واقل من اسف الفا اكبر من الصفر واقل من كام؟ من 60. كويس؟ طيب تعالوا نفهم. هناخد اكزامبل الفا 30. بصوا للشكل ده وحللوه كويس قوي معايا. اول خط، الخط اللي نقطه الصفر اللي هي مين؟ في اي ان كابيتال. تمام. اللي مرسوم هنا في اي بي على 2، وده الخط الاحمر في اي سي على 2. طب مع بعضنا كده ناخد الفا ب 30. يبقى في الاول هنشتغل على مين؟ هنشتغل على طالما الفا ب 30 هنا انا راح هشتغل على الايه المنطق. كان يقول ان انا هشتغل على ادي اي بي على 2. ماشي. هنا لما بنقول هنا يعني خليني ادي بشغل سيرست. انا حاطط حتى الرسمه دي عشان كده. انا هشتغل هو الفا ب 30، يعني بشغل سيرست الرقمين رقم 1. فانا بشتغل على 1 و6 و2. هو هنا الاول بيقول ايه؟ immediately before triggering of thyristor T1 two thyristors are conducting T5 and T6. بمعنى صح كان بيقول لي ان هو كان عنده دي بقى يعني دي التريك اللي موجود. هو بيعتبر انه كان شغال من سيرستور 5 وسيرستور 6. فلما هيشغل سيرستور 1 معناها ايه؟ معناها ان انا بشتغل من سيرستور رقم 1 بروح ل 6 ومن سيرستور 5 بروح ل 6. كاني بوصل الفيز A و C على B. معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام هنا ان التشغيل لما تبقى الفا ب 30 مش هتشتغل على
الـ AD زي ما كان بيحصل قبل كده، لا دي بتشتغل على الـ AN. بص يا جماعة ببساطة شديدة، أنا لو سيرستور زينة عامل واير وعامل كونكشن هنا، موصل الجزء ده وموصل الجزء ده وموصل الجزء ده، مش بعتبرها 3 فيس كونكشن ماشي؟ وبنيجي في اللحظة دي بالظبط كأني بوصل الايه، أنا لما بشتغل من A و C على B ماشي، بالضبط كأني شغال على الفيس فولتج بتاع المصدر اللي هو AN تمام، فبفضل شغال عليه لحد النقطة دي إلى أن إحنا نيجي في اللحظة دي اللي هي BAC بيساوي VCB تمام. هنا لو شغلنا لو شغلنا لما VAC بيساوي VCB سيرست الرقم 5 بيطفى، مجرد ما سيرست الرقم 5 طفى. انا بحاول اوضح لكم اكتر، انا لو ماشي من كمان مره، انا لو ماشي من سيرست الواحد رايح لستة ومن سيرست الخمسة رايح لستة بالضبط كأني شغال نورمال 3 فيز، مفيش سيرستورز اصلا، يبقى بالتالي بشتغل على الـ VAN. يفضل الكلام ده فاليد لحد النقطة دي، عند النقطة دي بيتحول ان الـ VAC بيساوي الـ VAB. مجرد الـ VAC بيساوي الـ VAB سيرستور الرقم 5 هيخرج من الدايرة تمام؟ يبقى يفضل يبقى هنا كأني بشتغل على واحد وستة، بخرج من واحد أو واروح لمين؟ واروح لستة. طالما همشي من واحد وستة معناها ان انا بمشي على مين؟ على الـ VAB. نرجع بعد كده سيرستور اثنين اخذ اشارة، مجرد سيرستور اثنين ياخد اشارة فبقى عندي ثلاثة سيرستور شغالين، واحد وستة واثنين، واحد وستة واثنين، يعني برضو انا شغال نورمال 3 فيز. فهرجع تاني اشتغل على الفيز فولتج بتاع المصدر AN لحد النقطه دي، النقطه دي يرجع VAB بيساوي VBC، هيقوم يطفي لي مين؟ يطفي لي سيرستور 6. لما سيرستور 6 يطفي يبقى انا بقيت شغال على 1 و2، 1 و2 يعني انا شغال على الفولتج اللي هو مين دلوقتي؟ ده اللي هو VC، ده هنا ده بي سي، ده فولتج بي سي. يجي بعد كده عند النقطة دي بقى عندي واحد واثنين وثلاثة شغال، يقوم يرجع تاني يشتغل مين؟ يشتغل على الـ VAN لحد النقطة دي تمام؟ طيب من هنا لهنا لو تي اثنين وتي ثلاثة بيبقى سيرستور تي واحد أصلا ما عادش شغال، فالفولتج دروب بيبقى إيه؟ على الفيز AN سمول بصفر. كمان مرة يا جماعة احنا بنحاول نطلع الفيز فولتج بي اي ان سمول على اللود. احنا قلنا التريك اللي هنا ان الفا بكام؟ الفا بتلاتين. لما تبقى الفا بتلاتين بيتراوح التوصيل دايما عندي وانا شغال ما بين يبقوا ثلاثة سيرستورز شغالين او اثنين، يعني ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين، كل مرة بيبقى عندي ثلاثة سيرستورز شغالين بشتغل على الفيز فولتج بتاع المصدر اللي هي الحته الصغيره دي. كمان مره لا هنا الثلاثه شغالين فبشتغل الجزء الصغير ده، كمان مره لما يبقوا الثلاثه شغالين هنا بشتغل الجزء ده في الفتره الزمنيه بتاعتها 30 درجه. فالتوصيل لما تبقى الفا 30 يتراوح ما بين او بيشتغل على مره جزء بصفر، جزء على الفيز فولتج، جزء على اللي هو قلنا عليه ايه ال سي بي، اسف الاي ده هنا اي بي، بعد كده الاي ان، بعد كده هنا السي بي، بعد كده هنا الاي الاي ان. اي سؤال يا جماعه في الحته دي؟ دكتور بعد اذنك، هو انا بس عايز اعرف السيرستور ايه اللي بيتحكم فيها، يعني تشتغل او تقف ازاي، ولا هي بتشتغل بريد معينه وتقفل، يعني الموضوع ماشي ازاي؟ بس احنا قلنا ده في اول المحاضره، انت اسمك ايه؟ احمد.
يا احمد احنا ده في اول المحاضره. السيلست عشان يشتغل لازم يبقى فورورد، المصدر يبقى موجب عليه وياخد اشاره. عشان كده السهم ده معناه الاشاره، السهم ده معناه الاشاره، السهم ده معناه الاشاره. وال 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 والساين ويفز دي معناها شكل الانستنتينيوس فاليو للفولتج. فالانستنتينيوس الانستنتينيوس مستقر عماله سينوسويدا، عماله تبقى موجب وتنزل وتصغر وهكذا. تمام يا دكتور، شكرا. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ اي اسئله ثانيه؟ اي اسئله يا جماعه؟ دكتور، واحنا في الامتحان ممكن يطلب مننا نرسم الجرافات دي؟ ديفيد باهر. ديفيد مين؟ باهر. يعني انت شغلت بالك ليه الامتحان دلوقتي؟ لا هو فكرت بس فيها ان انا لما هاجي امشي على الجرافات دي بس. يعني انا قلت لك مثلا ارسم الويف فورم بتاعت السيرستوز عند الفا 30، هتحفظها ولا هتحاول تفهمها؟ لا افهمها، انا قصدي انا فاهمها سهلة. وانت لو حفظتها يبقى ما عملناش حاجه. اذا انت مش حافظ كل ده يعني ما افهمها اسهل. لو شفتها هتلاقيها سهله جدا. ايوه انا فهمتها. ثم ما تتكلمش عن الامتحان دلوقتي، احنا احنا لسه بنقول يا هادي. تمام يا دكتور، ماشي. لا شيء تمام، شكرا. تعالوا بقى ناخد شويه ايه ماثيماتكس ريبريزنتيشن. فاكرين المصدر اي ان وبي ان وسي ان؟ ماشي. فالبي اي ان ده الفيس فولتج، البي ان يبعد عنه 120 درجه صح؟ ماينس 2 باي على 3، مش دي 120 درجه ولا حاجه ثانيه؟ 120 ده. طيب في سي ان ماينس 4 باي على 3، يبقى دي ماينس كام درجه؟ 42. حلو. طيب الانستنتينيوس انبوت فولتج ال VAB اللي هو اللاين بولاين، هو من يعني ايه؟ هو من الفيز زائد 30، وال BC يبقى من الفيز زائد كام؟ 30 زائد 120 يطلعوا كام؟ 150 يا دكتور. هو عمل حركه، افترض ان ال AB زائد زائد يعني زائد 30 هنا باي على 2 بكام؟ ب 180 درجه، ب 180 90 اسف 90، هو رجع 90 وده رايح قدام 30، يبقى الفرق بينهم كام؟ ردوا عليا. صح؟ وهنا 240. 240 جنيه ازاي؟ ناقص 7 باي على 6 اللي هي 210، وده كان زائد 30 يبقى كام؟ يبقى برضه ناقص 240 او الفرق 240. طيب الشاشه واضحه معاكم كده؟ الو؟ يا دكتور تمام. هنا ذا ار ام اس اوتبوت فولتج فور واي كونكتد لود، هو ستار كونكتد. عايزين نحسبها الار ام اس. احنا واخدين الفا دلوقتي اللي هي بتاعه كام؟ هنقول الفا اكبر من 60 واقل من 90. فاكرين الشكل ده اللي احنا اول حاجه خدناها؟ بيبقى عندي جزء قاطع، بعد كده من صفر الالفا، بعد كده من الفا لكام؟ لحد هنا طبعا عند 100. يعني لو قلنا كده كام؟ قلنا من كام هنا؟ يعني بيديني من صفر الالفا، اوكي الفا هنا عندي في 60 درجه، بعد كده دي 60 برضو 60 تمام. فمن هنا لهنا يعتبر كام؟ 180 درجه. فهو هنا الانتجريشن بتاعي الفا من 60 الى، يعني هناخد الفا من الرينج بتاعها من 60 الى 90. فالفي اوتبوت عايزين نحسب الار ام اس، فهيديني هذا الايه الاكسبريشن، ان انا بانتجريت من الفا
لالفا زائد باي اوفر 3 باي على 63. يعني انا هانتجريت من الفا لالفا وكام؟ يعني قلنا بكام من الفا لايه؟ الى الفا زائد باي على 60. انا بجيب بانتجريت باخد مين؟ باخد هذا الجزء الايه؟ باخد هذا الجزء الاول. طبعا الانتجريشن هنا سهل. ليه؟ لان انا عندي تو ايدنتيكال بارتس، فلو انا عملت انتجريشن للجزء ده وضربته في 2 يبقى انا ايه هنا في هذه الحاله قدرت اجيب مين؟ اجيب الار ام اس ايه؟ الار ام اس فولتج. تمام؟ بيديني هذا الايه؟ بيديني هذا الايه؟ الاكسبريشن. تمام؟ يبقى انا عملت انتجريشن من الفا الى الفا زائد باي على 3. ده شكل الار ام اس فولتج في الرينج من الفا ب 60 ل 90. طيب لو جينا نجيب هنا بقى من 90 ل 150، هنا بقى القصه ان احنا اصلا زي الفكره بتاعت الفا 120، فانا هانتجريت من الفا الى مين؟ الى 5 باي على 6. ما هي باي على 6 بكام؟ ب 30. طب 5 باي على 6 يعني 35 بكام يا جماعه؟ 150. يبقى انا الانتجريشن بتاعي المركب يتعمل من الفا الى 150، فبالتالي برضو بيديني هذا الايه؟ هذا الاكسبريشن اللي هو في اي بي على 2 دي اوميجا تي، طبعا كله اندر ذا روت اللي هو جذر اللي هو باور هاف يعني او 0.5 او 1 على 2 اللي هو بيمثل بالنسبه لنا مين؟ بيمثل بالنسبه لي الايه؟ ال روت. تمام؟ كلمه هنا في سمول اي بي بتعني هي الفولتج هنا مين؟ هو عباره عن في اس. في اس هنا مين؟ هي الماكسيمم ساين اوميجا تي يعني في اي بي سكويرد، فطبعا بيخرج في اس بره بتبقى ساين سكويرد اوميجا تي، فطبعا بياخد الايه؟ بياخد الاناليسيس بتاع الساين سكويرد اوميجا تي على 4، فبيديني هذا الايه؟ بيديني هذا الاكسبريشن. تمام؟ طبعا هنا هنلاحظ حاجه الاكسبريشن من الفا 60 ل 90 الاناليسيس بتقول حاجه مختلفه، ماشي؟ لو جيت ابص للمعادله اللي من الفا فوق ال 90 برضو الاناليسيس والاكسبريشن للار ام اس فولتج مختلف. لازم نبقى فاهمين هنا ان في اس في هذه الحاله هي مين؟ هي البيك فولتج من السورس. طب لو الفا من 0 ل 60، لاحظوا بقى حاجه ظريفه جدا. الار ام اس فولتج تعريفه دايما هو مين؟ هو 1 على 2 باي في الانتجريشن من 0 ل 2 باي في انستنتينيوس اللي طبعا في ان سكويرد دي اوميجا تي اندر ذا روت. هنا بيعملها ازاي؟ اقول لك كما يلي. القصه اللي انا من الفا الى باي على 3 على باي على 3 اللي هي كام؟ 60. ما اول حاجه من صفر الالفا الاوت بكام؟ رده يا جماعه زيرو. طيب من الفا الى 60 ما هي اهي من الفا الى من الفا الى باي على 3، باي على 3 يعني 60، يعني اللي هي الحته دي انا شغال على مين؟ على اي بي. خليكم فاكرين صح؟ لا اسف انا هنا شغال على في اي ان. معلش يا ابن النظر، شغال على في اي ان ماشي. يبقى انا شغال مين؟ يبقى ساين سكويرد اوميجا تي اوفر 3 دي اوميجا تي. بعد كده من باي على 4، باي على 4 اللي تعتبر كام؟ باي على 4 يعني كام؟ 180 على 4 تعتبر كام؟ ٤٥ يا دكتور. ما هي 45 اللي هي دي صح؟ وانا هنا الميد بوينت من 60 و 30 45 اهو.
45 صح كده؟ فهيشتغل الى الى بقى مين؟ الى باي على 2 زائد الفا، باي على 2 اللي هي مين؟ اللي هي 90 زائد الفا اللي هو الجزء ده. كده انا هيبقى شغال على مين؟ على اي بي. تمام؟ ويرجع ينتجريت تاني برضو عشان ياخد، يعني هو الاول بياخد المقطع الاول وبعدين المقطع ده وبعدين المقطع ده وبعدين المقطع ده وبعدين المقطع ده وبعدين المقطع ده. دول كم مقطع؟ 5 ولا 6؟ هم المفروض 6 بس الصفر مش هنحسبه. يبقى انا عندي كم مقطع؟ 5. عدوهم معايا، 1 2 3 4 5. يعني الجزء الاخير، وبعدين خد بالك الجزء الاخير هيشتغل من مين؟ اللي هو هنا من اخر باي اللي هو هنا اهو بانتجريت حتى الباي. طيب من الجزء ده بيبدا من المنطقه دي، المنطقه دي اللي هي مين؟ وقال اهو 2 باي على 3، باي على 3 يعني 60، يعني 60 في 2 120، 120 زائد الفا. تمام؟ يعني هنا بيقول لك ايه؟ ادي 120 اهو، والفا في هنا الجزء ده. لان انت خد بالك انت لو فعلا قايل الفا في 30 احسب معايا كده 2 باي، 2 باي على 3 360 على 3 120، 120 زائد الفا اللي احنا بنقول عليها 30 يبقى الفا، يبقى القيمه دي بكام مع بعضنا؟ 150. برافو. يبقى انا بانتجريت، يعني عشان اسهل عشان ما حدش بس يتلخم ويقعد يقول ايه الكلام ده، اعتبر الالفا في الاكزامبل ده ب 30 هتلاقيها سهله. كانك بتنتجريت من 150 على مين؟ على باي. احنا اتفقنا ساعه ما بنشتغل 150 على باي هي مين؟ ساين سكويرد اوميجا تي على 3. ماشي؟ طيب الجزء ده كان من مين؟ اللي هو هيشتغل من 90 الى 90 زائد الفا. يعني الجزء ده لو يعتبر كام؟ كان عايز يجيبها كام؟ ما احنا قلنا الفا ب 30. ماشي؟ يعني من 90 ل 120. نعم؟ من 90 ل 120. من 90 الى 120. تمام؟ وهكذا، يعني ده من 90 ل 120 يبقى الجزء ده. لا من 90 الى 120 الجزء ده باي على 2 الى باي على 2 زائد الفا يبقى بايه؟ بيشتغل على الجزء ده، الجزء اللي قبله اللي هو الجزء ده اللي هو يعتبر بيمثله هنا باي على 63 زائد الفا. الجزء ده هو برضه هو مين؟ بيمثل هذا الجزء، وهنا بيمثل هذا الجزء. ده يعتبر الانتجريشن لمين؟ لل شكل الفولتج عند الفا ب 30 وبيديني ال ار ام اس فولتج. طب احنا بنتعلم من هنا ايه؟ تعالوا اخد معاكم مثال اخر. لو انا خدت الفا ب 30 الاريا اندر ذا كيرف كبيره ولا صغيره؟ حد يروح ثانية يا دكتور معلش. لو يعني كم مرة عند الفا ب 30 الاريا اندر ذا كير كبيرة ولا صغيرة؟ الخط الاسود كبيرة يا دكتور. طب عند الفا ب 120 الاريا اندر ذا كير بايه؟ اصغر. عند الفا ب 60 يعني ايه؟ حالة بين الاثنين. معنى كلامنا ايه؟ ان احنا لما حسبنا الار ام اس فولتج اصبح فانكشن في الالفا، فالفا بتصغر يعني ايه الايه الفولتج بيبقى كبير، الفا بتكبر الفولتج بيبقى ايه بيبقى صغير. انا هاخد تكنيك تاني. اللي فات ده كان السيريستورز واصله ايه الفرق؟ يعني انتوا ايه الفرق بين الشكل ده والشكل اللي احنا شرحناه؟ ان هنا السيريستورز مباشره وصلت منين؟ بالنيوترال، ولكن اللود وصل قبل الايه؟ قبل السيريستورز. تفتكروا دي تفرق في السيكونس بتاع التشغيل حاجه؟ مش هتفرق يا دكتور. مش هتفرق، لكن تفرق في الاسمبلي. شايف ما بقول لك هنا ايه؟ الارنجمنت از اولسو نون از ا تايب كنترول
and allows assembly of all thyristors as one unit. دي بتفرق في الايه في توصيل وحدات الايه وحدات الثيرستورز. الحاله بقى الثانيه اللي هندرسها هي ان هنشغل الثيرستورز توصل في الدلتا كونكشن يعني 3 فيز باي دايركشنال دلتا كونكتد كنترولر. هنا الثيرستورز داخله في قلب الدلتا. هنا الثيرستورز هتشتغل مع اللاين تو لاين فولتج ولا مع الفيز؟ ردوا عليا. مع اللاين مع اللاين تمام. ولذلك هنا يشوفوا هنا ادي التيار اي بي، هنا التيار بي سي، هنا التيار سي اي. كلنا عارفين في النورمال 3 فيز سيستم الفيز فولتج او اسف الفيز system is only 1 over root 3 of the line current. يعني phase current هو 1 على جذر 3 من line current. طب دي فيها يعني خدوا بالك. هو بيقول لك الميزة ان احنا لو حطينا الثيرستورز فقلب الدلتا the current rating of thyristors would be less than that if thyristors will placed inside the delta. يعني ايه؟ انا لما احط الثيرستورز فقلب مين؟ فقلب الدلتا، انا هنا عندي الثيرستور current، يعني انا عندي هنا اللاين كرنت بيعمل بيساوي ايه؟ الاي اي بي هنا ده اللاين كرنت صح؟ وهنا ده الفيز كرنت. فالفيز كرنت هنا بيبقى اقل من الايه؟ من اللاين كرنت. فلو انا بدور على اني الثيرستورز كرنت ريتنج يكون اقل مفروض ما حطوش في الدلتا. كمان مره the current rating of thyristors would be less than that if thyristors were placed inside the delta. كمان مره since the phase current in a normal 3 phase system is only 1 root over root 3 of the line current. الفيز كارنت هو 1 على root 3 من الايه من اللاين كارنت. The current rating of thyristors would be less than that if thyristors were placed inside the delta. يبقى انا لو عايز الثيرستورز كرنت ريتنج يكون اقل المفروض احطها بره الدلتا وليس في الدلتا. تمام. ولذلك عشان كده احنا دايما ما بنيجي نستخدم الثيرستورز في الدلتا كونكشن لو انا محتاج ممكن احط الثيرستورز هنا في المنطقه دي وده يوصل عادي يبقى اللود وصل دلتا عادي جدا ماشي. يعني كمان مره الستار ممكن احط الثيرستورز متجمعه عند نقطه نيوترال او احطها في الشكل الطبيعي اللي احنا ايه قلناه قبل كده اللي هو ده ماشي. في الدلتا برضو يا اما اخلي الثيرستورز جوه الدلتا او اخليها بره الدلتا، بس وهي بره الدلتا بيكون افضل لان الكارنت ريتنج بيكون اقل. في حد هنا بقى المفروض يسالني الثيرستورز ريتنج بتتعمل بحاجتين فولتج ريتنج او بحاجتين بالفولتج ريتنج والكرنت ريتنج. فانا لو مستخدم اللود دلتا لو عايز الكرنت ريتنج لو الكرنت اصلا كبير قوي في اللود فالصح احط الثيرستورز بره الدلتا عشان اقلل الريتنج بتاع الكرنت بتاع الثيرستورز. حد يقول لي ايه يعني اشمعنى؟ هقول لك لان الكوست نفسه تكلفه السيرستورز
بتزيد مع الكرنت ريتنج العالي. ولو انا عايز الفولتج ريتنج يكون اقل الاستيريستور، فالصح ان انا ايه يعني هنا لو انا عندي السيستم هاي كرنت لو فولتج، احط الاستيريستورز هنا في قلب الدلتا. كمان مره لو السيستم هاي كرنت لو فولتج، احط الاستيريستورز بره الدلتا. لو انا السيستم نورمال فولتج وبالتالي اقدر ان انا اجيب الكرنت ريتنج، ان طبعا لما بحط جوه الدلتا برضو بقى عرض الفولتج اعلى على فكره، ماشي. فبالتالي لو السيستم الفولت بتاعه مش عالي، فهنا بنقدر نحطه جوه الايه، نقدر نحطه جوه الدلتا في مقابل ان يبقى التيار بتاع السيستور اعلى نسبيا بنسبه الروت 3. هي يعني بنسميها ايه، كومبرومايزيشن ما بين الفولتج ريتنج والكرنت ريتنج. نرجع بقى هنا نشوف الانستانتينيوس فولتج ال في اي بي. هنا طبعا نشوف ايه كابيتال ده بتاع المصدر، وهنا الـ AB الـ BC هو بيديني الـ A شكل instantaneous voltage. في حالة الدلتا زي ما أنا شايف هنا، هذه هنا أخذ ألفا بـ 120، هذه ألفا. طبعا هنا الـ reference voltage بتاع أدي AB، بعد منه BC، بعد منه CA، هيخلي AB reference، لان انا هنا شغال لاين تو لاين. خدوا بالكم انا هنا ما عنديش فيز، يعني السورس هنا طالما دلتا فانا بتعامل ما عنديش نقطه نيوترال في المصدر، انا دلتا، انا بشتغل مع اللاين تو لاين. طب مين الريفرنس؟ هخلي اي بي، فالالفا تتقسم نقطه الصفر بتاعت اي بي بتاعت اي بي، يبقى بالتالي ادي الفا انا خدها بكام؟ ب 120، جيت 2 تبعد عن ايه؟ عن 61، 3 وهكذا 120، ادي جيت 4، ادي جيت 5، ادي جيت 6. هنا ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ لما بشتغل على اي بي بالظبط بمشي على الجزء ده من الفا من 120 ل 180 اللي هي من الجزء ده، وبعد كده خلاص انا هفضل ايه؟ اقطع لحد ما ادي تاني اشتغل الجزء النيجاتيف بتاع اي بي اللي هو ده. ادي شكل التيار اي اي بي، وادي اي بي سي، وادي اي سي اي، تمام. هو هنا بيقول لي مين؟ بيقول لي الفيس كارنت. هنا الفيس كارنت يقصد بيها ايه؟ اللي هو الكارنت انسايد ذا دلتا اللي هو على ار. طبعا ما عندناش نيوتن. طيب عايز انا كده جبت شكل اي اي بي واي سي اي واي بي سي زي ما جبت من هنا اهو، ادي شكل اي بي اي اي، ادي اي بي سي، ادي اي سي اي. طب عايز اجيب اي الكرنت اي اي اللي في اللاين، هو الكرنت اي اي هو اي اي بي ماينس اي سي اي، اهو اي 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 بي ماينس اي سي اي بالظبط هيطلع معايا الايه بهذا الشكل، تمام. ومن هنا برضو اقدر اجيب اي بي، ويقدر يجيب مين؟ اي سي. خدوا بالكم من حاجه ظريفه، ادي الاي اي، شوفوا شكل اي بي جاي بعد شكله سيمتريكال ولكنه يبعد عنه كام درجه؟ مين يرد عليا؟ يعني اي بي يبعد هنا عن اي اي بكام درجه؟ حد يرد عليا؟ 120 يا دكتور. 120. اي سي يبعد عن اي بي بكام درجه؟ 120 يا دكتور. ويبعد عن اي اي بكام درجه؟ 240. تمام. اي سؤال هنا يا جماعه؟ طيب نشوف هنا، هو هنا عايز يجيب الايه؟ هيجيب ال ار ام اس فولتج، خلاص. فهي برضو هيعمل انتجريشن من الفا الى 2 باي، فبيديني هذا الايه، هذا الاكسبريشن.
The RMS phase current هو ال IAB هو V RMS over R. The resistor current هو ال line phase current على root 2. طبعا الباور فاكتور هي الاوتبوت باور او الكونسومد باور في الريزيستنس على الانبوت باور ابيرنت باور فبرضه هتلاقي ال في او اوفر في اس اديني هذا الايه هذا الاكسبريشن يتضح ان الباور فاكتور اللي على المصدر فانكشن في الالفا في ماكسيمم اوتبوت فولتج وود بي اوبتيند وان الفا ايكوال تو زيرو And the control range will be between alpha greater than or equal zero, less than or equal bar. وبالتالي ال VO RMS على اللود أقل من VS أكبر من الزيرو. وزي ما قلنا مع بعض أدي ال IP وال ID وال IC بنستنتجهم من ال phase current. كمان مرة ال phase current في حالة الدلتا هو ال current اللي ماشي في الـ arm أو الـ phase load phase of the delta طبعا هنا ده الـ IA ده الـ line current ده الـ expression بتاعه الاستنتاج يساوي root 2 IAB and it is less than root 3 I phase اللي هنا we can note from the previous figure that the line current depends on the delay angle and may be discontinuous. IN is the RMS value of the NS harmonics component of a phase current. The RMS value of phase current can be found here in the individual harmonics I1 plus I3 squared and so on. Due to the delta connection, the Trebling harmonics component, لو الاوردرز الثيرد التريبلين هما الثيرد يعني الثالث التاسع وهكذا of the phase current would flow around the delta and would not appear in the line. In the line, the RMS current becomes يعني هنا هنقول ايه التريبلين هارمونكس هتدور جوه الدلتا فبالتالي مش هتخرج بره لللاين فهيتبقى معانا في الهارمونكس هنا الاول الخامس السابع الليفنز and so on. As a result, the RMS value of the line current would not follow the normal relationship of the three phase system such that ان IA will be less than root 3 IAB. دي نتيجة الايه النون لينيارتي انا مش شغال على البيور سايد ادي الشك لو الفا بكام الفا ب 90 هو هنا مطلع شكل اي اي بي واي سي اي وبيستنتج اللاين كارنت اي اي ل اي اي بي ناقص اي سي اي قبل ما ننتقل للجزء بتاع الابلكيشن يا شباب اي اسئله لا تمام يا دكتور طيب نمسك بقى نتكلم مع بعض شوية نخرج من الحتة الغلسة بتاعت المعدات والفيجرز والجرافس والحاجات دي على ما أعتقد إن كان في تو إكزامبلز أنا عاملهم أعتقد في مثال يا جماعه في مثالين محلولين موجودين في الشيت انا بنحطهم لكم على ال ام اس ديفيد كنت بتسال يا ديفيد صح ديفيد باهر باين صح يا ديفيد ايوه يا دكتور يعني انا لما هاجي اسالكم فانا هسالكم بمستوى الشيت يعني خليني افتح الملف ده دلوقتي اللي هي مساله 5 و6 تقريبا خلاص شفتهم كانوا نازلين انا يعني ايه مستوى الاسئله بتاعتي هتكون على مستوى الاسئله المحلوله ما بخرجش براها اتفقنا تمام يا دكتور
عشان ما تتخبص بس. لا تمام شكرا لحضرتك. دايما بحب ان الناس عايز الناس تبقى فاهمه مش عايز الناس تبقى حافظه. فعلا عشان بس ما اتكلمش على المسالتين دول. يعني هسيبهم لكم عشان اتكلم شويه على الابلكيشن ماشي؟ تمام يا دكتور. طيب ايه اللي انا احنا خلاص بقى خلصنا الحته دي. ايه الشكل اللي انا حاطه ده؟ ده عباره عن يا جماعه 3 فيز اي سي تشوبر او 3 فيز اي سي فولتج كنترولر. بيبقى عباره بلوك زي ما احنا شايفين. لاحظوا حاجه ار اس سي تي يبقى دي دخول الكهرباء ولا حاجه ثانيه اه وده مين يو في دبليو دي الخروج. امال ايه الكلام ده؟ ادي لاحظوا حاجه ال ان يبقى ده مصدر 220 فولت اللي بديلكم ده ريال ابلكيشن يا شباب يا اولاد. هنا شوفوا هنا نقطه كومن نيجاتيف شايفين دي وده بوزيتيف ادي زائد 5 ودي من 0 ل 5. يعني لو جبنا مقاومه متغيره هنا ورحنا مغيرين الفولتج على النقطه دي من 0 ل 5 عارفين ايه اللي هيحصل ولا لا؟ الوحده دي هتاخد الار ام ار اس تي 380 فولت تديني الاوتبوت هنا متغير من 0 ل 380. ايه رايكم؟ مين يرد عليا؟ تين وعشرين يا دكتور ولا 380؟ كمان مرة كمان مرة كمان مرة أنا هرجع للشكل ده. شايفين المنظر ده؟ ده إيه ده؟ ردنا البرياك يا أولاد رد معاك يا دكتور. ده البرياك. عارفين الريتنج بتاع البرياك ده كم أمبير كبيره؟ ها؟ 20-30 أمبير وبالضخامة وميكانيزم ومش عارف ايه. تخيلوا بقى الشكل اللي انا بقوله لكم ده اوريك مدى اهميه الاي سي فولتج كنترولر. بلوك على فكره يتمسك بايدك الواحده يعني انت تحطه على كف ايدك. الانبوت كام فولت رده؟ 22 يا دكتور. 380 380 والريتنج والكرنت ريتنج قد ايه رده؟ 200 امبير يا دكتور. 200 امبير ياه 200 امبير ده يعني اضرب بقى يعني ده تقريبا 10 اضعاف يعني ده حوالي عشان تبقوا فاهمين يعني الباور بتاعته يشيل باور كبيره جدا. يعني اعتقد هو كاتب عليه هنا 45 كيلو وات متخيل. طيب بيشتغل ازاي يا جماعه؟ دي الوحدة كاملة وعلى فكرة فيها الكنترول بتاعها. بتدخل له مصدر 220 عشان التغذية لأن جوه في دائرة إلكترونية وبتعمل الكنترول من 0 ل 5 فولت. يعني هنا بناخدها زي بنجيب بوتنشيومتر. عارفين يعني ايه بوتنشيومتر ولا لا؟ قوة متغيرة له اه ليها كم طرف يا فلان مش عارف اسمك؟ ثلاثة يا دكتور. يبقى نغير الفولتشن من 0 ل 5 تلاقي الاوتبوت يتغير من 0 ل 380. في بعد كده كلام يا اخوان مع حضرتك يا دكتور. في بعد كده عظمه الريتنج بقت اعلى ده والكنترولابيليتي اعلى برضه والسهوله والسايز بقى اقل والكومباكتنج. طيب لكن دي هو شغال بيسخن فنحتاج نحطه على ايه؟ رده دي خانات تبريد يا دكتور على هيت سينك. لا دي ما حدش وراكم المنظر ده قبل كده. هيت سينك يا دكتور. ودي ايه؟ دي فان مروحه. يبقى بالتالي من ايه؟ من بره. شايفين العظمه؟ يعني ال 200 امبير دول بس دي لا دي مش 200 امبير دي كم امبير رده؟ 120 تقريبا. هو الشركات يا شباب وهي بتصنع ما بتصنعش ريتنج واحد بتصنع ريتنج كتيره. تمام ولا مش تمام؟ تمام يا دكتور. طيب طب استخدامات ال دي الموديولز ايه بقى؟ طب استخداماتها ابلكيشنز اوف 3 فيز
AC voltage controllers. ممكن نستخدمها حاجة اسمها solid state relay, heating controller, automatic voltage regulator, stabilizers, induction motor soft start. solid state relay أقدر أستخدم الـ AC voltage controller ده زيه زي الكونتاكتر. أدي الدخول أهو. شايفين؟ يعني إيه دخول؟ لاين 1 لاين 2 لاين 3 ادي خروجتي 1 تي 2 تي 3. طب فين الكنترول يا اخوانا؟ هنا السولد ستيت ريلي بقى بيشتغل زي ما بيبقى كونتاكتور, بيدي الفا في صفر. يبقى انا كده خدت الساين كلها ولا اقطع كلها؟ رد كلها دو. طب بيديها فين؟ بيدي اشاره الكنترول من هنا. تخيلوا شايفين المنظر ده, الريتنج بتاع السولد ستيت ريلي ده بقى بكام؟ 25 امبير. شايفين الحته السوداء اللي ورا دي ولا مش شايفينها؟ دي عباره عن ايه؟ رود. دي هيت سينك تقريبا يا دكتور او فان. اه يعني اذا السولد الاي سي فولتج كنترولر ممكن استخدمه بدل الكونتاكتور. انتوا عارفين يعني ايه كونتاكتور ولا لا؟ سنه رابعه ولا سنه ثالثه؟ ثالثه يا دكتور. مين يعرف يعني ايه كونتاكتور يا عيال؟ قولوا. ده فاجست البروتكشن. اللي يعرف يفتح السماعه ويكلمني. يلا. اه يا دكتور. وانت اسمك ايه؟ الشباب بقى بنات الكيس. حط الكلمه اللي انا قلتها دي. يلا. ديفيد. قول يا ديفيد. بيبقى فيها كلوزد ريلي واوبن ريلي, يعني كلوزد سويتشات, يعني زي كلوزد ببعت سيجنال عليها والكويل لو اتحرك ينقل السويتش دي كلها معايا من اوبن الكترومغنيتيك سويتش. ماشي, الكتروميكانيكال سويتش. خلاص ايوه, على حسب لو الكويل ثابت. احاول في حضراتي ان انا اوري الناس ما هي العلاقه بين الـ 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 الناحيه النظريه الصماء والواقع التطبيقي. الناس فهماني؟ ما انا اقعد ارسم لك بس ويب فورمز وبتاع, يعني مش ممكن. الهندسه مش كده. الهندسه هي اللي انت بتشوفه دلوقتي, الهندسه التطبيقيه الواقع. انت لما هتتخرج مش هتشوف كيرفات ولا هتشوف فيجرز ولا هتشوف سكيماتك, انت هتشوف اللي انت شايفه ده. هقول تاني. طيب التطبيق اللي بعد كده الانيلينج. ساعات احنا بنيجي ايه, لما بنيجي في تشغيل المعادن بنعمل حاجه اسمه فرن تخمير. اسف مش تخمير, لا اسمه تلدين. عارفين يعني ايه تلدين؟ عارفين في حد فيكم يروح يشتري العيش؟ ده بيشتري العيش بيقوم يرفع ايده, واللي ما بيشتريش يلا. كم واحد بيشتري العيش في متر يا جدعان؟ مش بتشوفوا الفرن بتاع هو ده؟ حاجه شبيهه معايا, ده حاجة ايه شبيهة, بس انا ده اسمه تلدين معادن. يعني مثلا ازاي؟ ساعات لما بنيجي نعمل, حد عارف الحلة الالومنيوم بتتعمل ازاي؟ بيتقطع قرص مدور وبعد كده يدخل على مكبس, يعني ايه, بحيث يعمل تشكيل للايه اللي نعرفه بالاسطنبة. بس القرص ده الاول بيبقى بليت, لو ما سخنهوش وروحنا دخلناه على المكنة نكبسه يتشرك. فبنسخن الماده نعملها حاجه اسمها تلدين. اذا جوه الاوفن ده بيدخل الفابريك من هنا, الخامه من هنا, تخرج من هنا, بس جوه في حراره, في تسخين. هنا جوه الكابينه دي بيبقى فيه وحدات الاي سي فولتج كنترولر علشان تتحكم في مين, مين يرد عليا في الحراره. تحكم في الحراره يا دكتور. وبعدين ايه بقى, خد بالك هنا بيحط جوه سنسورز. السنسور ده يقيس درجه الحراره. إذا نفترض إنه هو هرجع للشكل ده, كان مدي هنا على الإشارة مثلاً مدي 5 فولت عشان يطلع 380, أما الفرن سخن قوي عايز يبتدي يصغر, بدل ما يدي 5 فولت يدي 4.5, يدي 4.2, 4.3, 3.2, 1, وهكذا. It's highly smooth. الكنترولابيليتي عالية. فاكرين الميكانيزم بتاع الأوتو ترانسفورمر مش كان فيه ميكانيزم وموتور وحركه؟ مين الاسهل ومين الاصعب؟ ردوا عليا دكتور. تسال انت ولا ايه ولا لا دكتور؟ اصل في مواد تانية شغاله, المعد محاضره شغاله ودكاتره مش لاقي حد داخل. انت مين؟ انا اسمي محمد.
طب يا محمد ماشي خلاص يا محمد انا خلصت. كان ناقص اكلمك على الاستابيلايزر وعلى الفولتج وعلى الستوب ستارتر. عموما انتم يعني خلاص ماشي يا شباب خلاص انا كده خلصت. اشكركم ونلقاكم على خير الاسبوع الجاي بقى. المره الجايه هتبقى يوم الاحد الساعه 8 الصبح والناس كلها تيجي. اتفقنا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. متشكرين يا جماعه. يلا مع السلامه.